تكنوز تكنوز. في تكنوز اليوم باش نحكي على شبكة الانستغرام لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة اللي وفرت إمكانية استخدام أكثر من حساب في تطبيق الأجهزة الآيفون العاملة بنظام الاي او اس. بشكل عام تطبيق الانستغرام ما يسمحش للمستخدمين سوى باستخدام حساب واحد، وفي حالة امتلاك أكثر من حساب يحتاج المستخدم لتسجيل خروجه من حسابه الأول وتسجيل الدخول باستخدام الحساب الثاني. هذاك علاش لاستخدام أكثر من حساب ينجم المستخدم يضغط على تبويب الصفحة الشخصية بروفيل، ثم إيكون سيتينغز أو الإعدادات باش يظهر في الأسفل خيار إضافة حساب جديد Add Account. ينجم بعدها الضغط على الصورة الشخصية في تبويب الصفحة الشخصية لاختيار الحساب المناسب ونشر الصور وتلقي التنبيهات المتعلقة بنفس الحساب. هذا معنا في تكنوز لليوم، متابعة طيبة. تكنوز تكنوز.